السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم في مطبخ هبة، وإن شاء الله نعمل النهاردة مع بعض سلطة القرنبيط بصوص الرانش. أول حاجة هنبقى هنسلق القرنبيط بتاعنا، وبعد ما نسلقه في مية مغلية فيها كمون وملح، نقطعه زهرات صغيرة كده، نقطعه عشان ده سلطة بالشكل ده. وبعد كده نعمل صوص الرانش. صوص الرانش ده يا جماعة عبارة عن يتكون من كوباية مايونيز، كوبايتين زبادي، لبن، توميه. التوميه دي ممكن نحطها ومش ممكن نحطها، لان صوص الرانش ده اسمه صوص المزرعه. ده شيء بيجي من المزرعه، يبقى كل حاجه فيه عباره عن البان. ممكن نحط مكان الزبادي نحط ساور كريم، ممكن مكانه نحط البتر ميلك، يعني ممكن نستخدم كل اي حاجه في المزرعه نستخدم قشطه. فاحنا اللي معانا دلوقتي هنحط كوبايه مايونيز، يبقى هو عبارة عن مايونيز وزبادي ولبن وتومية وبقدونس. والبهار الأساسي بتاعه اللي هو الشبت المفروم والبقدونس المفروم المجفف، هو ده المجفف يا جماعة. بس احنا يعني ممكن نخلط بين الاتنين، نحط الفريش ونحط المجفف، نشتغل مع بعض. ادي المايونيز هننزل عليه بالتومية، ننزل عليه بالزبادي، يبقى احنا عطينا كوبايتين زبادي عليهم كوباية مايونيز عليهم تومية، ونقلبهم ونحط شوية لبن عشان نحركها شوية. احنا عاوزين صوص خفيف مش يبقى صوص تقيل، ماشي. وهنحط كمون وملح، حاجات بسيطة كده يا جماعة. هنحط شوية خل، الخل ده هيقلب اللبن اللي عندنا، هيخلوه اللبن ساور كريم، هيقلب الزبادي واللبن اللي احنا حطيناه، معلقة الخل دي هتحول اللبن اللي احنا حطيناه والزبادي لساور كريم. واحنا زي ما قلنا رانش يعني مزرعة، يعني كل الحاجة اللي احنا بنستخدمها من المزرعة. وبعد كده هنحط البقدونس والشبت المجفف، ده الاساس بتاعها يا جماعه. صوص الرانش هو اساسه البقدونس والشبت المجفف. احنا كده عملنا صوص جميل جدا 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 ومشهور في جميع المطاعم اسمه صوص الرانش، ونزوده بالبقدونس الفريش والشبت الفريش. نيجي بقى، يبقى احنا كده خلصنا الصوص اللي احنا عايزينه. دلوقتي ده القرنبيط بتاعنا، هناخد جزء من الصوص ده، جزء بسيط كده، نقلبه وسط الايه البقدونس، وسط القرنبيط بتاعنا، نقلب الحبه دول في وسط الايه القرنبيط، ونجيب طبق دلوقتي ونقدم. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه صوص الرانش، ونعمل منه سلطه القرنبيط، ونجيب طبق ونقدمه. هنفردها في طبق كده يا جماعة، وننظمه بطريقة شيك، طريقة ظريفة كده. ونزود برضو هنا يا جماعة، هو الشبت أساس السلطة دي. وننزل بقى بالصوص عليه كامل، نوزع الصوص كويس قوي قوي على السلطه. ونزوق الطبق بتاعنا، هنزوق الطبق بتاعنا طبعا برضو دي سلطه خضراء، فهنزوقها بالخضار. هنحط جزر، شرايح من الجزر مثلا، نحط شرايح من الخضار الناحيه الثانيه، شرايح من الخضار من الخيار، هنحط شرايح الخيار اهي، وبرده شرايح الخيار دي نحط عليها جزء كده من البقدونس، ممكن نحط في الركن دوت طماطم، حاجات بسيطه. ممكن نزود بقى بالنص بتاعنا هنا بطماطم،
عليه شويه شبت. التزويق ده شيء بيرجع لك انت، يعني شيء التزويق ده شيء بيرجع للشخص نفسه. وادي كده عملنا مع بعض سلطه القرنبيط بصوص الرانش. ممكن يا جماعه نغير الصوص الرانش ده نعمله صوص سيزر. الصوص السيزر هو هو نفس الصوص اللي احنا عملناه دوت، بس بنغير البقدونس والشبت ونحط مكانه الانشوجه. وادي معانا دلوقتي الطبق اهو، السلطه بتاعتنا الجميله وبالهنا والشفاء. ولو عجبتكم السلطه ادخلوا لقناه هبه واشتركوا لها، فعلوا لها الجرس وسبسكرايب. وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالهنا والشفاء لكل اللي ياكلوا.